السلام عليكم، انا اسمي نزهه محو، ساكنه في تطوان وعندي الظروف ديالي، الامكانيات عندي، العائل مريض. انا في شارع مأمون. شنو المشكل اللي عندك؟ عندي العائل مريض ويومي يخلق لي هو مريض، كطلع له السخانه وعيت ما نعبي على الطبيب وما بالوش شنو عنده، ما عرفت من الميكرو فيه ما عرفتش، ولا دابا الكرش ديالو كتقطع له بالحرق بزاف. ودابا كنطلب من محسنين الله يجازيهم بالخير خارج الوطن وداخل الوطن يساعدوني باش نعالج هاد العائل، وانا الحاله ديالي ضعيفه وعندي 5 د العيال ما عنديش الامكانيات باش نعالجو، والله يجازيهم بخير. كنطلب من العائل مي خلق لي صغير هو هاي. دابا دابا كنعبيه للطبيب والحاله ديالو باقا هي هذيك، ان شاء الله كان عندي في الكامه طلعت له الحراره 40، وكان عندي في الكامه طلع كيعالجوها لي، ودابا جبتو انا كيعايش غير بالدواء، خرجوا لي الدواء كنجرب له الدواء، ما عنديش الامكانيات ملي كتقضى لي الدواء باش نشري له عاود دواء اخر، وكيخرجوا له التحاليل، دابا خصو واحد التحليل يعدلها، والعائل ما عرفتش شنو عنده، حيت ما نعالج فيه ما يخلق وما باليش شنو عنده، السخانه دائما هي كطلع له ومريض دائما، ودابا كرشو كتقطع له بالحرق. دابا عنده 3 سنين ما يخلق هو هاي. نطلب محسنين الله يجازيهم بخير ويعاونوني ونمشي نعالج بني، وانا الحاله ديالي ضعيفه وما بيدهم يجي يشوفوا الحاله ديالي، ما كنصبرش مره حتى باش نوكل ولادي، والو ما عندي شي الامكانيات والو، انا كنمشي نخدم يا عيده مع الناس شي مره وما كنوفرش المعيشه لولادي وليلي، والو الحاله ديالي ضعيفه بزاف.